السلام عليكم. اليوم نروحوا للقصبة السفلى لنتعرف على إقامة رائعة، إقامة بشترزي أو ما يسمى في المنطقة نسموها دار بشترزي، وهي في الحقيقة تعتبر دار كبيرة فيها حوالي خمس طوابق، وبنيت في الفترة الاستعمارية يعني مباشرة بعد سقوط الجزائر العاصمة في الاستعمار الغاصب. إذن يعني بنيت بطراز معماري جميل جدا، يعني أخذ كثير من التراث الجزائري الإسلامي في أشكاله وفي زخرفته وفي يعني الشكل تاع العمارة كلها هو طراز جزائري، لكن بنيت في العهد الاستعماري، والأكيد أنها بنيت بأيادي جزائرية، إذا رغم أنه ممكن يكون صاحب الدار اللي بناها يكون فرنسي أو من جنسية غير جزائرية، لكن البناية أكيد أنها بنيت من طرف أيادي جزائرية وباستعمال طراز جزائري إسلامي في كل تفاصيله. نخليكم تابعوا على هذه البناية الرائعة التي تم ترميمها مؤخرا، واللي تدخل أكيد سوف تدخل في ضمن التراث الجزائري بصفة عامة، اللي يرفع من شأن الجزائر والجزائريين، والمطلوب صيانة دائمة ومحافظة على هذه البنايات باستعمالها أحسن استعمال في المستقبل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.